عزيزتي المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في قناة سحر الكروشيه المغربي تركواز كاجير على يوتيوب. سحر الكروشيه المغربي اليوم جاب لك زواقة زوينة كتحمق زواقة ديال الهواية، فيها هاد السنينات كيشبهو شوية البيكو، سميتها هواية البيكو ولكن هي ما فيها حتى شي بيكو، هي أسهل كاع من البيكو. دونك هذه هي الزواقه ديالنا اليوم اللي اختاريت انني نزين بها الجلابه، اللي غنوريك بعد قليل العرض ديالها كيفاش خرجت على الجلابه. مفاجاه كاينه في الاخير ديال هذا الفيديو، بقي معايا. ديري بارطاجي، ديري لايك، كتبي كومونتير، نخلي لك الوقت باش ديري هذا الشيء كله. الوغ بالنسبه لجريبتنا اليوم، هي عباره كيما قلت لك على لوايه كتبدا من تحت هنا. هذا السطوق، السطوق هو كيبدا من هنا وكتمشي حتى لهنا. هنا راه دورتها باش تبان لك بانها راه دايره على القب، هي طويله بلاتي نوريها لك. نيت ها هي، طويله طويله يعني تقريبا شي 50 سنتيم. هنا انا باقا ما خيطتهاش على الجلابه، كتجي حتى للقطن. وبالنسبه للكميمات اختاريت ليها هذا الشكل، هذا الشكل ديال هانيت. هي ممكن انك ما ديريش هذا الشكل، ديري ضريس وصافي، فيه ديك بيكو باش يتناسق ليك مع هاد الزواقه. ثم الثلاثيه كملاقيه الاسفل ديال الجلابه، ها هي. دونك الجلابه هي مخدومه بالثوب ديالها ديال الكريب، وفي اللون ديال اللون ديالها هو هذا اللون الكوغاي. دونك نخليك تشوفي العرض ونرجع نكمل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا ليا يا البنات هاد الجلابه كي جات كتحمق، تبارك الله تبارك الله. بصحت مولاتها بصحت مولاتها، هادي خصني نصلحها واحد شويه. ها هي الجلابه ملي واخا اللوينات ما باينينش مزيان في الكاميرا للاسف، هادو الكميمات تبارك الله. ها هي ملي كملات كي خرجات جات غزاله 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 تبارك الله. دونك نوريكم حتى الملاقيه، ها هي شفتوا الملاقيه كي جات زوينه، الخيط المبروم على ثلاثه الشعرات كيجي زوين. هاد الشوجه صوبتها ماما، يا عزيز على صوب الشوشات، تقدري تزيدي عليها شي عقيقات هنا بحال هادو، تقدري تزيديهم عليها يجيو زوينين زوينين. هادي ملي تبغيت نصيحة مني، ملي تبغيت تصبني الجلابة غي حيديها، حيديها هنا حيت مشدودة غي بواحد جوج غريزات، تنحيدها تنصبن الجلابة ونصلحها نعاود نرجعها. إلا احتاجت هاد الخيوط هادو، إلا احتاجو المصلوح راه تنعاود نصلحهم، كيبقاو زوينين صافي. هادشي اللي كاين، تقدري ديريها قصيره تقدري ديريها طويله. الجلابه نشوفوها على المانكا حسن تبان لينا اكثر، جات غزاله تبارك الله. اقتبسي الالوان مثلا الا عجبوك، شوفي الفكره كيفاش جات، و بقاي حتى لاخر الفيديو باش نقول لك.
البنات اولا الاخوات كاملين اللي طلبوا مني هاد السواقه. فاش كنت كنصوف هاد الجلابه راه شاركت معكم، صورت في الحقيقه، صورت طريقه الشغل ديالها كاملها من السوق والكميمات. ثلاثي راكم عارفين كيفاش كتخدم، فات لينا درناها شحال من مره. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله كان وعدكم ب يكون تعليمي. دونك الناس اللي طلبوا مني هاد السواقه، المفاجاه ديالي لكم اليوم هي الفيديو المقبل ان شاء الله غادي ندير لكم الدرس التعليمي كيفاش انك تصوبي هاد الجلابه، الزواق ديال هاد الجلابه. دونك ما تنسايش ديري بارطاجي باش الاخرين حتى هما يستافدوا، وديري لايك وخلي ليا كومونتير. والى اللقاء وبالصحه والراحه.